وين يا فاضل؟ السلام عليكم ورحمة الله. حببت قبل حوالي ساعة أو ساعة ونصف من الآن استمعنا إلى خبر عاجل جت به بعض وكالات الأنباء، وهو خبر تعديل الدستور والإعلان رسميا على تعديل الدستور. طبيعة الحال الموضوع هذا منذ سنوات احنا نسمعه باللي سي بوتفليقة والجماعة الحاكمة قرروا تعديل الدستور وزيادة سنوات عهدة ثالثة للسيد بوتفليقة، ولكن لفترة طويلة اتضح أنه كان هناك، يبدو أنه كان هناك خلافات حول التعديل هذا، ولذلك بالرغم أنه تم الإعلان عليه وسنة 2006 مثلا قالوا أنه سيتم تعديل الدستور قبل نهاية السنة، أي قبل نهاية 2006، ولكن لم يتم ذلك، ومرت سنة 2007 ولم يأتي ذلك تعديل، والآن نحن في نهاية 2008 وقروا في الأخير تعديل الدستور، لأنه باختصار بسيط لم يبقى انتخابات أو لعهدة الرئيس الحالي إلا 4 أشهر أو 5 أشهر، في أفريل تنتهي، أفريل 2009. لكن هذا الصباح لما ألقى السيد بوتفليقة خطاب في ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء وافتتاح السنة القضائية، قرر أنه قد حان الوقت للإعلان عن ذلك. ومما يلاحظ في هذا الموضوع هو أنه قرر أن يكون ذلك في إطار المادة 176، أي في إطار تعديل الدستور عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي، وهذا موضوع مهم وبالغ الأهمية. خلينا نشوف باختصار بسيط ما هي التبريرات اللي قدمها السيد بوتفليقة اليوم على هذا التعديل. في الخطاب الطويل كان هناك خطاب فاق 2700 كلمة ليلقاها السيد بوتفليقة أمام كبار القضاة، جاء في نهاية الخطاب الحديث على تعديل الدستور وقال بالحرف الواحد سيد بوتفليقة: كنت قد عربت سالفا منذ 1999 و2004 وفي مناسبات عدة عن رغبتي في تعديل الدستور عندما تكون ظروف مواتية لذلك، وكما هو معلوم فإن الدساتير هي نتاج جهد بشري قابل للتطوير والتحسين وهي تعبير عن إرادة الشعوب، إلى آخره كلام كثير، إلى أن يقول: وإن مقاصد مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه تبقى لأحكام المادة 76 هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفاعلية والاستمرارية، وهو يرتكز على المحاور التالية، وذكر 3 محاور. المحور الأول حماية رموز الثورة المجيدة التي أصبحت رموز ثابتة للجمهورية لما تمثله من ميراث خالد، إلى آخره. المحور الثاني وهو الأهم إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات، السلطة التنفيذية قوية موحدة ومنسجمة بإمكانها تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة بما يمكنها من تجنب الإزدواجية والتعارض وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة، إلى آخره. ثم المحور الثالث تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره وأن يجدد الثقة فيه بكل سيادة، إذ لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته، فالعلاقة بين الحاكم المنتخب والمواطن الناخب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة قوامها الاختيار الشعبي الحر والتزكية بحرية وقناعة. ثم يأتي في الأخير ويقول، يضيف سبب آخر دعاه للتعديل، وهو أنه يريد: أكدنا مجددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل ترقية مكانة المرأة الجزائرية في مجتمعنا وتفعيل دورها الحيوي في بناء وتطور البلاد بتذليل كافة العقبات لتمكينها من مشاركة أفضل على قدم المساواة مع أخيها الرجل في كافة المناحي. إذن هناك 3 أسباب أشار لها سيد بوتفليقة: قضية الثورة، وقضية تمكين السلطة التنفيذية من أداء دورها بما يجب دون تعارض ودون تناقض ودون تصادم، قوة سلطة تنفيذية قوية، وأخيرا إلى ترقية المرأة. خلونا الموضوع الثورة والمرأة، لأن هذا كلام
جاء إضافة فقط وجاء إذا شفنا إلى التغطية على الهدف الحقيقي للتعديل. التعديل في الواقع يخص المادة 74، لأن المادة 74 في دستور 1996 وهو الدستور الذي تم إقراره في أيام الجنرال زروال، تقول أنه لا يجوز انتخاب الرئيس أكثر من عهدتين، أي أكثر من مرتين. إذن هنا مربط الفرس كما يقال، كما يقول المثل، وهو تمكين بوتفليقة من عهدة ثالثة وربما رابعة، أي أن تكون هناك، وهذا هو الاحتمال الأكبر في التعديل القادم، هو أن يكون هناك لا يكون هناك حدود لعهدة الرئيس، ولا يكون هناك حدود بمعنى أن ندخل في الرئاسة الدائمة مدى الحياة، لأن الحديث على أن أحداث نوع من التوازن وإعطاء مزيد من الصلاحيات للرئيس إلى آخره هو حديث غريب جدا. يعني باختصار بسيط، الدستور الحالي يتحدث على صلاحيات كثيرة للرئيس. بعض هذه الصلاحيات نذكر لكم فقط بعض منها جاءت في المادة 77 والمادة 78. واختصار بسيط، تقول المادة 77: يطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية: 1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الجمهورية. 2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني. 3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها. 4- يرأس مجلس الوزراء. 5- يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه. 6- يوقع المراسم الرئاسية. 7- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها. 8- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. 9- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها. 10- يسلم أوسمة الدولة وناشينها وشهاداتها التشريفية. والمادة 78 تضيف: إضافة للمهام أخرى يعين رئيس الجمهورية في المهام الآتية: الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور. 2- الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة. تعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك القضاء، بنك الجزائر، القضاة، مسؤول أجهزات الأمن، الولات. ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد المؤثرين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهام. صلاحيات ضخمة، صلاحيات ملكية بأتم معنى الكلمة، بمعنى أن هذه الصلاحيات، يعني الواحد يقعد يفكر ما هي الصلاحيات اللي تخص رئيس في الوضع الراهن في الجزائر حتى يضيف مزيد من الصلاحيات، وحتى لا يكون كما يقال 3-4 رئيس. إذن القضية ليست قضية، في الحقيقة القضية ليست قضية موازنة داخل السلطات أو رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى كل ما ذكرته من صلاحيات في الدستور، هناك صلاحيات أخرى بما فيها صلاحيات السلطة التشريعية، بحيث أنه يستطيع أن يصدر مراسيم تشريعية ويشرع بدل ما يسمى بالبرلمان. إذن القضية مرة أخرى تعود إلى قضية تمديد العهدة من 2 إلى أن تصبح 3 أو إلى ما لا نهاية. كل التبريرات الأخرى لا معنى لها، وكل التقديمات الأخرى لا معنى لها. لنكن صرحاء، لماذا لا يتم، ولماذا تتم تضييع أموال الجزائريين وتضييع الإدارة في انتخابات كل مرة؟ ونحن نعرفه باللي لم يأتي مرة شخص قدمه النظام وانهزم في أي انتخابات. لم يأتي أي شخص خارج إطار النظام، اللي قدموا النظام، اللي قدموا الجنرالات واللي يفوز كان ذلك من قبل في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، كان عهد العقداء، الآن عهد الجنرالات. إذن كل ما عداه هو كلام زايد كما يقال، وكل ما عداه هو مضيعة للوقت، كل ما عداه هو مضيعة للمصاريف، كل ما عداه هو أنه العالم يضحك علينا في الوقت اللي يا سيدي فرنسا الآن، وإحنا كثير عندنا يحبوا فرنسا ويريدون أن يمشوا معاها. فرنسا الآن خفضت، بدل ما كانت عهدتين بسبع سنوات أصبح عهدتين بخمس سنوات، أي أن أقصى حد يمكنه لرئيس الجمهورية الفرنسية هو 10 سنوات. أقصى حد لرئيس الولايات المتحدة وهي القوة العظمى هو 8 سنوات. حتى توني بلير هنا في بريطانيا لما وصل إلى 10 سنوات استقال. 10 سنوات هي فترة ضخمة جدا في حياة الرؤساء، فترة ضخمة جدا في إدارة الدول، فترة ضخمة جدا للقيام بما يجب القيام به لمن أراد أن بالفعل أن يقوم. لكن احنا شفنا أن سي بوتفليقة في جويلية اللي فات يوم 23 بالضبط
صرح بأن مشروعه فشل، بأن كل شيء فشل، لكن مع ذلك يستمر في السلطة. أعتقد أن التصريحات اللي صرح فيها 23 جولية كان المفروض بعدها أن يستقيل، كان المفروض بعدها أن يغادر، مع ذلك استمر وبقي ليس كذلك فقط، وإنما يريد عهدة ثالثة. لكن أنا في اعتقادي أن القضية، بالرغم أن من حيث المبدأ شخصيا وحركة رشاد بشكل عام لا تعتقد ولا تنظر إلى هذه التفاصيل، نحن نعتقد أن بقاء بوتفليقة وذهاب